بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. توفيق كاترو رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. المنستير وفاة عامل بناء تعرض لإصعقة كهربائية. عجز الميزانية يتفاقم ويصل إلى 5.9 مليار دينار مع موفى نوفمبر 22 و2000. مشروع الربط الكهربائي من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا في لقاء وزيرة المالية بسفير إيطاليا بتونس. وسوريا إنقاذ طفل 6 سنوات بعد نحو 5 أيام من الزلزال. إلى تفاصيل النشرة، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بتكليف من مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية أشرف نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي صباح اليوم الجمعة بمقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على حفل تنصيب توفيق كاترو الرئيس المدير العام الجديد للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلفا لكمال المدوري الذي عين رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة. تعرض اليوم الجمعة عامل بناء أصيل منطقة المزاوغة إلى صعقة كهربائية أثناء أدائه لعمله بأحدى حظائر البناء بجهة منزل حياته من معتمدية زرمدين التابعة لولاية المنستير، مما أدى إلى أصابته إصابة خطيرة أدت إلى وفاته في الطريق أثناء نقله من قبل فريق الإسعاف التابع لفرقة الحماية المدنية بجمال إلى المستشفى الجهوي بجمال، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل الحياة فام بالجهة. واقتصاديا، تعمق عجز الميزانية مع موفى نوفمبر 22 و2000 بنسبة 12% ليصل إلى 5.9 مليار دينار وفق الناتج الوقتية أو وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الذي نشرته وزارة المالية اليوم الجمعة. ويعز هذا التفاقم إلى ارتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19% لتتجاوز 40.3 مليار دينار بسبب الزيادة في نفقات التدخلات ب 73% لتبلغ موفى نوفمبر 22 و2000 حوالي 12 مليار دينار، كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5% لتصل إلى 19.3 مليار دينار، ونفقات التمويل بما فيها فائدة الدين بنسبة 16.5 مليار دينار. وفي المقابل ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 23.3% لتصل إلى 35.4 مليار بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية ب 75%. وفي سياق آخر، التقت سهام البغدير النمسية وزيرة المالية صباح اليوم سفير إيطاليا بتونس، وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة. وكان هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الثنائي القائم بين البلدين، خاصة على مستوى التعاون المالي وفرص تعزيز الاستثمار والشراكة في تونس في عديد القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة ودعم الاقتصاد الأخضر إلى جانب مساندة القطاع الخاص. كما تم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع على الشروع في إنجاز مشروع الربط الكهربائي من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك لانعكاساته الإيجابية المؤكدة على البلدين وعلى المستويين الطاقية والإيكولوجية. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان مدى التقدم في تنفيذ بعض المشاريع المولة من الجانب الإيطالي، وخاصة منها التي تشهد صعوبات في الإنجاز في عديد من المجالات والقطاعات الحيوية، مؤكدين على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف المتداخلة لحل حالة هذه الإشكاليات. كشفت نتائج المسحة الوطنية حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر في تونس سنة 21 و2000 ارتفاعا في نسبة الفقر في تونس إلى 16.6% سنة 21 و2000 مقابل 15.2 سنة 15 و2000، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 2.9% حسب ما أكده المعهد الوطني للأحصاء.
تمكن مسعفون اليوم الجمعة من إخراج طفل في 6 من عمره على قيد الحياة من تحت الأنقاض منزله في بلدة جنديريس الحدودية في شمال غرب سوريا بعد نحو 5 أيام من الزلزال المدمر، وذلك وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. وتعرض الطفل موسى حميدي لإصابات في الرأس وفي يده، وبدت عيناه متورمتين، وقد لف المسعفون رأسه ويده اليمنى بضمات بيضاء، ووقف بعد إسعافه مرتديا سترة زهرية أمام ركام أحد الأبنية. ولا يزال المسعفون يبحثون عن سير أفراد عائلة الطفل، وتم انتشال أحد أشقائه لأنه فارق الحياة. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: المونستير، وفاة عامل بناء تعرض لصعقة كهربائية. توفيق كاترو رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد والحيتل الاجتماعية. عجز الميزانية يتفاقم ويصل إلى 5.9 مليار دينار مع موفى نوفمبر 22 و2000. ومشروع الربط الكهربائي من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا في لقاء وزيرة المالية بسفير إيطاليا بتونس. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.